هذا القانون جاء بمبادئ أولا حرية الاستثمار، كذلك المؤسسات التي سوف تكون لها فيما يخص المتابعة، فيما يخص الوكالة الجزائرية للاستثمار لإعطاء صبغة مقرؤية أو بالنسبة للجزائر، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار التي تم تحديد صلاحياته في إعداد الاستراتيجية، وكذا التحفيزات التي تختلف من التحفيزات القطاعية أو المناطق أو المهيكلة، هي ثلاث أنظمة تحفيزية، و فيما يخص المدة الزمنية تختلف كذلك من 3 سنوات إلى 5 سنوات حسب النظام فيما يخص الإنجاز، والاستغلال من 5 سنوات إلى 10 سنوات. اعتقادي أن هذا القانون الذي ينتظره الجميع، إما كانوا مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب، كما لاحظت معي في الزيارات الماراثونية التي قام بها السيد رئيس الجمهورية، كان هناك مطلب لكل الدول الشقيقة والصديقة للحث ما هي تاريخ صدور هذا القانون، واعتقادي سوف تكون الجزائر قبلة لكل المستثمرين إما كانوا محليين أو أجانب، ونظن القانون بهذه المنظومة وكذلك بالمنصة، خاصة المنصة الرقمية التي سوف تتم المعالجة الآنية لكل الملفات ومرافقة المستثمر، وفي نفس الوقت أن المستثمر له حقوق وفي نفس الوقت له واجبات، وهو احترام المنظومة التشريعية.